وطبعا نشكر اخوي جابر الزنكي على عدد زياده عدد اللاعبين الكويتيين البدون، اللي انا اسميهم الكويتيين البدون في الدوري. زين بس هذول حق الفريق الاول زياده؟ لا لا ما راح السنيه، ما راح السنيه يعني 50 محترفين وتزيد هذا بعد ما حد يلعب. بس ما قرر لا بعد زين واحنا اللاعبين الكويتيين البدون ذولي عيالنا اهلنا اخواننا تاج راسنا، هذولي لو يتم تمثيلهم او الاحقيه انهم يمثلون منتخب الكويت، انا اضمن لك انك انت في كل سنه كاس العالم يا توصل يا تنافس، لان نملك لاعبين خامات جدا ممتازه. قبل ايام مجلس وزراء، شوف اما مجلس امه، ما عليه بس.